والله انا يعني بسنت، انا مبسوط طبعا ان هي عملت الفيديو ده. خلي بالك فرق معاها جدا، فرق جدا. بقت السوشيال ميديا عموما دلوقتي مهمه جدا، وبتختصر طريق طويل صح قوي جدا على الناس اللي عندها الكاريزما وعندها المقومات المطلوبه، بالذات لو موهوب طبعا. هي الموهبه كمان هي زي جداً. ما بيتقال يا تهامي، السوشيال ميديا ما فيهاش مجامله، يعني لو بجد حد عمل فيديو موهوب وفيه كاريزما الناس بتخليه ترند، لو لا بيبقى ترند من ناحيه ثانيه. عندك حق. ما هو الترند ده يعني انا شايف ان الترند ده بيحصل كمره واحده، ممكن يحصل الترند وينام صح. لكن لو هو فعلا موهوب وعنده موهبه وشاطر بيكمل. طب انت حاطط السوشيال ميديا في حساباتك؟ ده لو كان ليك حسابات، ولا انت اصل في ناس بتبقى برضو ايه ماشيه بشكل مش هقول عشوائي، بس ماشيه كده ايه على الله زي ما تيجي. لكن في ناس تانية بيحسبوا ويخططوا وعايزين يشوفوا نفسهم كمان سنه او اتنين في المكان الفلاني، انت من الناس اللي بتحسب لها ولا لا؟ السوشيال ميديا مهمه جدا في حياتنا ومؤثره جدا، وجزء من شغلنا وجزء من الدعايه، وجزء انك انت كمان تشوف رد فعل على عمل بتعمله، وتشوف اراء الناس ايه وراي الشارع ايه والمردود ايه. ولا طبعا جزء مهم جدا، بس زي ما قلت يعني هو بالنسبه للفنان هو مش جزء اساسي، بس موجود في حياه الفنان، لان طبعا هو اهم حاجه للفنان هو شغله، شغله هو دايما المؤثر. لكن السوشيال ميديا جزء من بيبقى داعم بالظبط. ساعات السوشيال ميديا هي اللي بتجيب الشغل ده، بقى يحصل كتير في الفتره الاخيره صح. يعني طبعا يعني اكيد، لان زي ما قلنا برضو موضوع الترند، ما انا بقول الترند دايما لو هو فعلا موهبه وموهوب هيشتغل يعني.